يعني حقيقة يعني أنا قدمت الاستقالة تاعي ولكن الإدارة يعني رفضت الاستقالة هذه وأنا الاستقالة هذه كانت يعني من أجل تحسين ظروف العمل في, في النادي والأمر اللي حدث الحمد لله يعني الإدارة تحركت في هذه الأونة الأخيرة هذه وتحسنت بعض يعني وكانت يعني أمور تحسنت في الأسبوع هذا وهذا يعني كما قلت لك الاداره رفضت الاستقاله وانا عاودت رجعت للعمل تاعي بعد ما تحسنت الظروف لان هذه مش ظروف خاصه الاستقاله دي مش ظروف خاصه بيا ولا خاصه بالنادي وبظروف العمل ومطالب تاع اللاعبين اللي يعني في كل مره تشكل لنا صعوبات في العمل تاعنا ولكن الحمد لله يعني بعد تدخل السلطات الولائيه والمحليه وعلى راسهم يعني والي الولايه ورئيس البلديه تاع سعيده اللي يعني نفس جديد في الفريق هذا الشيء يعني اللي دفعني باش نعاود نرجع للعمل تاعي وان شاء الله يعني نكملوا باقي المشوار في هدوء وتتحسن الامور من ناحيه التنظيميه والفنيه الحمد لله يعني قلت لك يعني الامور في تحسن يعني ايه الحمد لله يعني احسن من اللي كانت ويعني شفناها يعني في الحيويه في, في, في التمارين تاع اليوم هذا شيء بشر بالخير ان شاء الله و... ونتمنى يعني تزيد الامور تتحسن اكثر لان الفريق هذا يعني لو كان يعني توفرت له ظروف العمل وفي بدايه الموسم ولا في في في, في الميركاتو ما راهوش في المرتبه هذه اللي راهو فيها لان فريق يملك تعداد يعني لا باس به وكتشوف يعني بالقله تاع الامكانيات اللاعبين كم مره يتجاوزوا يعني لقاءات كبيره ومشاكل وكانوا في المستوى يعني لو كنت توفرت لهم يعني ظروف احسن كانت النتائج تكون احسن من هذا الشيء هذه الحمد لله يعني هذا يعني الحمد لله يعني هذا هذا الامر هذا يكون في صالحنا ان شاء الله في باقي المشوار ولا ان كان قاريش وابراهيم مازال بعاد شويه يعني اندمجوا في المجموعه ولكن من الناحيه البدنيه مازال شويه بعاد ولكن يعني نقدروا نسترجعوهم في باقي المشوار وهذا يمنحنا نحن حلول اكثر ان شاء الله في المقابلات القادمه ان شاء الله يعني يكون لقاء صعب فريق سيك داروا في المرتبه الثانيه وحنا يعني انا خارجين من فوز هنا ضد فريق كان في المرتبه الثانيه ويعني هذا ما يكونش عائق يعني عدم حضور الجمهور اللي كان أعطاه دعم كبير في المقابله الماضيه يعني ممكن يعني كان يساعدنا في المقابله كون كان الجمهور لأنه بدا يرجع للمدرجات وهذا الشيء يفرح وهذا يعني امر يكون في صالحنا ان شاء الله ولكن نتعامل مع الظرف الفرق كامل راهي في نفس المستوى ان شاء الله نكون في المستوى يوم السبت و... ونحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله في اللقاء ديال ان شاء الله هي من ناحيه الرياضيه ما ولكن من ناحيه الصحيه يعني باش نولوا في مشاكل يعني الحياه تاع الحياه تاع الانسان اغلى من مباراه تاع كره قدم ولا امر اخر يعني كما نقولوا الصحه تاع الانسان هي تكون في المقام الاول ان شاء الله وربي ان شاء الله يعافينا ويجنب البلاد تاعنا ان شاء الله المرض هذا ونكون ان شاء الله في خير في باقي الايام ان شاء الله ان شاء الله احنا نعملوا المستحيل ان شاء الله باش نكونوا يعني نلبيوا الرغبه تاع الجمهور تاعنا ونرجعوا ان شاء الله بفوز نهديو ان شاء الله لان الجمهور يعني خساره آه بدا يرجع للمدرجات والفريق الحمد لله يعني في مرحله العوده هذه وحقق نتائج وان كنا كنا قادرين نحقق اكثر ولكن الحمد لله يعني بنادم يقول الانسان يقول هذا ولا اكثر كما يقول لا احنا نمشيو خطوه بخطوه ان شاء الله مرحله مرحله ان شاء الله نحق الصعود في البقاء في اقرب وقت ومن بعد يكون يبان الامور ان شاء الله لان قلت لك الفريق القاعده تاع الفريق شويه هشه من ناحيه التحضير البدني ان شاء الله يعني نحسنوا الامور من هذه الناحيه ورانا ماشيين ونحسنوا في الامور ان شاء الله تكون يعني تكون العمل تاعنا والعمل تاع الاداره ان شاء الله يكون طيب. في يكون في 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 اتجاه واحد في مصلحه الفريق باش ان شاء الله نحققوا احسن نتائج في باقي المباريات ان شاء الله يعني احنا والله ما أنا يعني من عادتي ما نركزش على الخصوم نركز على الفريق تاعي انا الفريق تاعي كيكون حاضر ما 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 نركزش على الخصوم ايه يعني ندرسوا الخصم من ناحيه من ناحيه نقاط القوه ونقاط الضعف تاعو ولكن ان شاء الله نحضروا الفريق تاعنا ان شاء الله باش يكون في المستوى باش نحققوا نتيجه تكون في مستوى تطلعات الانصار والاداره واللاعبين ان شاء الله ان شاء الله يعني كون مش متفائلين مرة رانا ان شاء الله حنا دائما نتفائلوا خير وربي ان شاء الله يعطينا غير الخير ان شاء الله